السلام عليكم. خبر مهم جدا ان احنا في جامعة القاهرة ان شاء الله بيعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج اللي هو التعليم المفتوح سابقا عن فتح باب القبول، يعني نقدر نقدم دلوقتي من يوم الاثنين الموافق 1/7/2019، يعني من اول يوليو، من اول يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 1/7/2019. الشهادة دي بتعمل ايه؟ هي بتحصل على بكالوريوس او ليسانس حسب طبعا التخصص اللي انت دخلته. طيب مين اللي هيقدر يقدم؟ اللي معاهم شهادة ثانوية عامة بس يكون عدى عليها 5 سنين او ما يعادلها من دبلومات مثلا، ممكن اي دبلوم متوسط بس يكون برضو عدى عليه 5 سنين، والمؤهلات العليا كمان، يعني انت لو اخدت كلية تجارة، خدمة اجتماعية، اي كلية سابقة تقدر تلتحق بكلية اخرى من كليات التعليم المدمج. طيب اللي هم ايه اصلا؟ هو مش كل حاجة متاحة، ولكن الموجود او المتاح فيه اولا علوم الاعمال. علوم الاعمال اللي هي شبيهة بكلية التجارة اللي فيها الادارة والمحاسبة والتأمين. ثانيا التربية خصوص الطفولة المبكرة، وإعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وإعداد معلمي التربية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، يعني دي المساوية لكلية التربية بالطفولة المبكرة. ثالثا وده الأهم بقى الخاص بتخصصي، هي الترجمة باللغة الإنجليزية، وهي دي إن شاء الله اللي أقدر أساعدكم في محاضراتها وفي مذاكرتها إن شاء الله، واللي عنده أي استفسار بخصوصها يقدر يبعت لي بشكل خاص. طيب في إيه تاني من طبعا الترجمة باللغة الإنجليزية هي شبيهة بكلية الآداب باللغة الإنجليزية. طيب إيه تاني متاح في آداب؟ مثلا علم نفس وتطبيقاته، دراسات تاريخية وحضارات العالم اللي هو شبه آداب تاريخ، علم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي اللي هو زي آداب مكتبة. دي البرامج المتاحة حاليا، هم كل فترة بيضيفوا بعض البرامج زيادة، احنا بنسميها برنامج، يعني كل تخصص من دول اسمه برنامج. طيب ايه الورق المطلوب؟ اصل شهادة الميلاد، اصل المؤهل، اصل التجنيد بالنسبة للذكور، 4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي. في ارقام تليفونية للاستعلام التليفوني خاص بالجامعة. بالنسبة للناس اللي في الأقاليم، ودي ميزة موجودة في مركز التعليم المدمج، إن الناس اللي موجودة في المنصورة، في اسكندرية، في أسيوط، في يعني في أي محافظة بيقدر إن هو يقدم وبيمتحن في إقليمه أو في محافظته. في اسكندرية مثلا إحنا بنقدم الامتحان في كلية التربية الرياضية بنات في فليمنج، ده مركز التعليم المدمج في اسكندرية، بنقدر نعمل فيه بعض الحاجات الإدارية بالإضافة لإن هو كمان مقر امتحان الترمات إن شاء الله. يعني احنا بس بنقدم الامتحان، ولكن المحاضرات بتكون في القاهرة فقط، ولكن زي ما قلت لكم بالنسبة للترجمة الإنجليزية معاكم إن شاء الله في أي مادة خاصة باللغة الإنجليزية. طيب بالنسبة للي محتاج محاضرات الجامعة اللي الخاصة بالترجمة اللغة الإنجليزية اللي هي آداب لغة إنجليزية، فأنا معاكم في اسكندرية دكتور أشرف، أرقام التليفونات موجودة، اتصلوا بيا أو تواصلوا معايا عن طريق البيج بتاعتي أو عن طريق أي كونتاكت متاح معاكم. بالتوفيق للجميع، أي حد عنده أي استفسار يتواصل معايا بشكل شخصي، وأنا معاكم في أي وقت إن شاء الله.